تابعنا يعني كثير من الأخبار في وسائل الإعلام عن توقف الخطوط الجوية القطرية عن رحلات المجدولة إلى الخرطوم اعتبارا من بداية أبريل المقبل، وأيضا في حديث عن خطوط الطيران الأردني كذلك. وعموما موضوع شركات الطيران فيه جدل كثيف، أنا في هذه الفقرة محاولة نتبين أسباب الأزمة من جديد والمشكلات التي تواجه على الأقل قدامنا الخطوط القطرية والمعالجات المطلوب أنها تقوم حيال هذا الواقع. أنا أرحب بضيفي داخل الاستوديو السيد محجوب المك، رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة. مرحب بك سيد محجوب. ترحابي أيضا للضيفي عبر الهاتف سعادة الفريق ركن يوسف إبراهيم أحمد، نائب مدير الطيران المدني سابقا. سعادة الفريق مرحب بك، وترحابي كذلك بالسيد البخاري عبد الواحد عبيد، مدير دائرة النقل الجوي المكلف بسلطة الطيران المدني. مرحب بك بخاري. ولو بدأنا من بخاري، بخاري تسمعني؟ لو بدأنا بك أول شيء كده أدونا سلطة الطيران المدني، يعني ما هي صحة هذه الأخبار؟ هل تم إخطاركم من قبل الخطوط الجوية القطرية بتوقف رحلاتها وكذلك الأردنية؟ وفي تقديركم كيف يمكن أن يعالج هذا الأمر إذا صح هذا الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أول شيء التحية لكم والتحية لضيوفك الكرام والتحية للسودانية 24. أما بخصوص القطرية والتوقف، طبعا لم يصلنا حتى الآن أي إخطار رسمي من قبل الخطوط الجوية القطرية بالإيقاف إلى الآن. نعم، والأردنية؟ أما الأردنية الأردنية طبعا تم إخطارنا بالإيقاف، لكن كانت هي أصلا عندها 4 رحلات أسبوعية وتم تقليصها إلى 3 رحلات ثم التوقف في شهر مارس بالنسبة للأردنية من بداية مارس. أما عن القطرية اللي هي جاري التحدث عنها الأيام دي، لكن هي عندها مشاكل هي خاصة بالشركة ومشاكل خاصة تشغيلية خاصة بالشركة ذاتها وتشغيلية خاصة بالسودان. أما عن التشغيلية الخاصة بالشركة، هي كان لديها 3 رحلات يوميا تم تغليصها إلى 2، وفي مارس تم تغليصها إلى 5 رحلات أسبوعية. وذلك طبعا كما يعلم الجميع بأنه هناك سبب في التشغيل من ناحية تجارية وحسب إفادة الخطوط لسلطة الطيران المدني بالإيقاف أنه هي لأسباب تجارية، ويعلم الجميع بأنه أسباب التكلفة التشغيلية بالنسبة للطول الخط بما كان المسافة بين السودان والدوحة هي 3 ساعات ونص، أصبحت إلى 5 و45 دقيقة، إلى 5 ساعات و45 دقيقة، اللي هي 6 إلا ربع، وذلك طبعا يكلف تكاليف تشغيلية كبيرة جدا. وطبعا بالنسبة نحن لازم نأخذ المشاكل اللي هي التالي القطرية، وهناك طبعا حسب إفادة المدير الإقليمي للسودان أنها ليست الإيقاف ليس من السودان فحسب، بل من 10 وجهات داخل أفريقيا. مثال لذلك لا يخص السودان وحده، أكثر من بلد، 10 وجهات في أفريقيا تم تعديلها، وذلك حسب إفادة المدير الإقليمي بالسودان، الإقليمي للشركة القطرية بالسودان، وتم تعديلها بالنسبة لمثال لذلك جيبوتي ونيروبي. نيروبي من 3 رحلات إلى رحلة 3 رحلات أسبوعية إلى رحلة واحدة أسبوعية. وهناك طبعا برضو في أسباب داخل السودان، هي برضو عند أسباب تشغيلية، وذلك طبعا الوقود في السودان تبع تحريره لكل الشركات الأجنبية والوطنية، وذلك مما زاد التكلفة التجارية على الشركة وأدى إلى تغليص الرحلات. وهناك طبعا برضو عندها يا بخاري، معناه نحن حتى لو ما جاكم اختار رسمي ده بقى أمر واقع. ولعل أسئل الأخ محجوب المك أخطرني قبل قليل بأنه واضح أنه الآن الخطوط القطرية ما باتت لحد أبريل، مش يا حد أبريل عمليا تاني ما في حجوزات، يعني بعد أبريل ما في حجوزات، يعني موضوع القطرية ده بات أمر واقع يعني، لكن كما تقول ليس أمرا خاصا بالسودان وحده. لا بالسلام الواحد، لكن احنا طبعا لنا احنا كجهه مسؤوله من الشركات، لو ما جانا ما يفيد
رسميا بإغاثة طبعا ما بنقدر نعلن عنها بأنها تم توقف. طيب خلينا نفترض يعني أو دعنا نفترض لأنه نحن عموما أنت بتتكلم عن عن مشاكل الآن عملية بتقول أنه مشكلة الوقود والتحرير التحرير والتكلفة التشغيلية، شنو المعالجات من قبل سلطة الطيران المدني حيال مثل هذه؟ طبعا احنا في تواصل تام مع كل كافة الجهات اللي هي ذات الصلة من بنك السودان ووزارة النفط بخصوص الوقود، بأنه تم تحريره طبعا لكل الشركات. نحن في تواصل تام مع الشركة مع وزارة النفط بخصوص الوقود ومع بنك السودان، حتى توصلنا مع المحافظ بنك السودان السابق يعني بجهود مضنية من قبل السيد المدير العام، حتى توصل معه لتحويل كل فائض المبيعات الخاصة بالشركات الطيران العاملة بالسودان من حصائل الصادر وأي موارد أخرى، يعني حتى دخل أي موارد أخرى، وتمت مخاطبة كل البنوك التجارية بذلك على أساس أنه يتم التحويل، وتم جمع كل شركات الطيران في اجتماع وتوضيح لهم كافة المعالجات التي تمت، وقمنا بعد ذلك بعمل الإجراءات الخاصة بالتحاويل ومخاطبتهم بمدنة بكل المبيعات الخاصة بهم لكي يتم مخاطبة بنك السودان للتحويل، ونحن طبعا في متابعة يومية لذلك. لا تتوقع أنه المعالجات اللي عملتها هذه ممكن تحل الإشكال؟ إن شاء الله إن شاء الله. ما هون طبعا ثلاثة أرباع مشاكلهم هي المشاكل دي، وفي طبعا في مشاكل خاصة بالشركات أنفسها، لكن نحن بالنسبة للمشاكل البتالينة نحن طبعا الحمد لله يعني قاطعين فيها شوط كبير جدا جدا مع كافة الجهات. طيب بخاري شكرا جزيلا. بخاري عبد الواحد عبيد مدير دائرة النقل الجوي المكلف بسلطة الطيران المدني، شكرا جزيلا. انتقل إلى سعادة الفريق ركن يوسف إبراهيم أحمد نائب مدير الطيران المدني السابق. سعادة الفريق، يعني إلى أي مدى يعني ممكن لمثل هذه المعالجات التي تحدث عنها البخاري أن تحدث حلحلة للمشاكل في الواقع؟ لأنه مثل هذا الكلام يعني الناس سمعوه كثير في الفترة الأخيرة، ولكن كل يوم نفاجأ بخط طيران واقف. يعني واضح أنه الآن إذا كان هناك ما يخص الخطوط القطرية، فنحن مثلا في الأردنية نجد واقع مختلف، عنوانه التكلفة التجارية والتشغيل. الخوف أنه مثل هذه الإشكاليات تنتقل إلى بقية الشركات وتتوقف يعني. فلو اديتنا نظرة كلية للموضوع ده ورايك في المعالجات. طيب شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على اللقاء. أحب أوضح بأنه ما في شركة بتاع الطيران رابحة بتوقف رحلاتها للدول اللي بتوجه لها رحلات. فأي شركة، لأنه الآن الطيران في العالم بقى فيه خسارات كبيرة جدا، وبنعرف أنه في شركات طيران كثيرة انضمت لبعض أو اشترت بعض، يعني نعرف إير فرانس، إير فرانس أخذها كيلم وغيرها، في شركات تانية في أوروبا وغيرها. فالتكلفة بقى التكلفة عالية جدا، والحساب بتاعه بيتم بواسطة شركات الطيران نفسها. يعني أنا عايز أقول بالواضح، كثر حديث عن اللوفتهانزا وإن اللوفتهانزا بتنتج السودان وإن خسارة للسودان، الكلام ده من شركة لوفتهانزا نفسها وليس من السودان. هي وجدت بأنه هي بتخسر الرحلات للسودان، ولذلك أوقفت رحلاتها. ما عندنا أي سبب من الداخل، نحن عملنا اجتماعات وحاولنا إنهم يراجعوا، لكن طبعا إحنا في خسارة، ونحن عشان يستمروا يجي لازم نحن ندفع لهم قروش، طبعا مسألة ما واردة. فيبقى أي شركة بتقرر إنها توقف رحلاتها، توقف رحلاتها نتيجة لخسارة تتعرض لها هي. طيب الخطوط الأردنية، الأردنية كانت تعتمد يعني أساسا على سفر السودانيين للعلاج في الأردن، وبنعرف كلنا أنه لما كانت العلاقات مع مصر ما كويسة كل الناس كانوا توجهوا للأردن للعلاج. السبب بتاع أنه مصر فتحت وبقى السودانيين يمشوا مصر للعلاج أقرب وأرخص، نمرة واحد. نمرة اثنين، صارت الأردن لأسباب أمنية بالصعبة تأشيرة بتاعتها، أنت لازم تطلب تأشيرة قبل 15 أو 20 أو شهر عشان احتمال يدوك أو ما يدوك. أضيف لأنه إحدى الشركات السودانية دخلت في رحلات مباشرة من الخرطوم وعمان، فدي كلها بتؤثر على قدرات الشركة الأردنية. لما نتكلم عن القطرية مثلا، القطرية رحلة بتاعتها للسودان كانت 7 ساعات ونص، بقت
12 ساعة ونص أو 12 ساعة وربع. لما تحسب المسألة دي في الوقود بتاع الطيارات بالذات إن هي زادت الرحلات أو رحلاتها حولتها من 300 من الإيرباص 320 لإيرباص 330 بتلقى إنه استهلاك الوقود صار بكميات أكبر واستهلاك الوقود يكلف تكلفة عالية جدا بالذات من الرحلة تتحول من 7 ساعات وربع ل 12 ساعة 5 بعد ساعات الحصار يعني تقصد يعني بعد الرحلة بقت أطول من 3 ساعات ونص تقريبا بقت كم الآن؟ نعم 7 ساعات الآن الرحلة ماشي جاي 12 ساعة ونص أو 12 ساعة وربع زمان ماشي جاي 7 ساعات وربع فتخيل 5 ساعات إذا كان عرفنا إنه الطيارة بتستهلك في الرحلة بتاعة 12 ساعة وربع دي 60 لو حسبنا نصها بيشتروا من الخرطوم سعر الطن عندنا في الخرطوم حوالي 950 دولار فتكلفة عالية جدا بالنسبة للشركة بتاعة الطيران كان عندهم 3 رحلات خلصوا لها رحلتين كبروا شركة الطيارة الناقلة عملها طيارة واحدة في أسباب أخرى يعني مثلا الرحلة لما بقت 12 ساعة اللي هي 6 ساعات وشوي للخرطوم بقى الكباتن والكرو بتاع الطيارة لازم يبيتوا في الخرطوم ودي تكلفة إضافية معناها الطيارة هتجي وناس هيمشوا الفندق هيبيتوا بياخدوا قروش بتاع الميتو هيكون في طقم فايت هنا بتاع طيارين ومضيفين إلى آخرهم الطاقم ديل هيجوا يركبوا الطيارة عشان يسووا يمشوا بها لأنه بيصل للحد الطيارة بتاع ساعات معينة يجب أن يجيب بعدها عن الطيران يعني فدي بتأثر عليه طيب. بعد ذلك بنجي المسألة بتاعت فايض المبيوعات رغم انه يعني هو تأثيره كبير لكن ما للدرجة دي يعني في كثير جدا من الشركات دلوقتي ماشية وشغالة ورحلاتها وما قاعد تاخد فايض المبيوعات فايض المبيوعات الشركة بتاعت تقطع تذاكر بتقسم منها اي ضرائب تقسم منها الموظفين المرتبات الإيجار الى اخر ما غيره ده يعتبر فايض بتاع مبيوعات مفروض يتحول لها بالعملة الصعبة تاخده تسفره للبلد بتاعته عشان تشتري بيه سيارات تشتري بيه وقود عشان ارباحها تصرف بيه مرتب الى اخره يعني هي شغاله عشان كده فصار عندنا مشكله احنا طبعا اقتصاديه اثرت المشكله الاقتصاديه في البلد عم نتمكن انه نحول فايض المبيعات المبيوعات لهذه الشركات مما اصبح مبالغ كبيره جدا فايض المبيوعات لعدد من الشركات اضافه لانه الوضع الاقتصادي نفسه في البلد ادى لقله عدد المسافرين او تقليل عددهم ما نقول قله ان العدد لو كان زمان 1000 في نقول مثلا كانوا 1000 دلوقتي بيجوا 700 او 600 نعم متوزعين على الرحلات المختلفه طيب. اضافه لانه في قبل ذلك في شركه طيران طريق السلام بيمشي في عدد ساعات اقل لسلطنه عمان ثم للدوحه والتكلفه اقل ودي كلها عوامل يعني إضافة للكلام اللي قاله أخونا بخاري كلها بتأثر على مثلا زي القطرية زي القطرية حديث على حسب المعلومات اللي عندنا إنها حديث يعني رغم إنها ما أخطرت رسميا لكن عمليا بدأت في بداية الإيقاف يعني طيب ساعتك حرجع عليك سأناقش معاك الحلول المطروحة لكن أتحول للسيد محجوب المكة رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة يعني ما هي المشكلات الآن المترتبة على توقف هذه الشركات؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا وقوف الشركات ده طبعا بيقلل المعروض بتاع المقاعد في السوق تقليل المقاعد في السوق ما في سفر ما في يعني شنو تقليل المعروض يعني ما هي الشركات لما تجيب اي شركه تطلع من السوق بتاع السودان معناتها قلت مقاعد كانت مطروحه اصلا طرح المقاعد في السوق كل ما يكون المقاعد مطروحه كثيره معناتها في تنافس حيكون في تنافس بين الشركات في تنافس في الشركات معناتها حيكون في تجويد للخدمه في تجويد للخدمه في اسعار مناسبه للمواطن السوداني بيستفيد منها يعني يكون في يعني مقاعد ما مكفية هيكون بعدها في يعني لأنه عرض وطلب طبعا في طلب كثير عرض قليل بالتالي هيكون في أسعار كبيرة بتأثر في المواطن السوداني
الآن المشاكل العملية ظاهرة لكم الآن، هل بات السوق بتاع السفر السياحة ما جاذب يعني عمليا بهذه التوقفات، ولا لسه نحن عندنا خطوط بتاع الطيران أخرى بتحل الإشكال، ما الناس ما ينزعجوا مما توقف يعني؟ والله طبعا سوق السفر في السودان سوق جاذب للشركات، سوق فيه فوائد كويسة جدا للشركات يعني، ورغم أنه يعني قصة التحويلات الفائضة مبيعادة لأنه حاجة أساسية جدا جدا، رغم أنه من 2008 ما في تحويلات. شاشة ساعة الفريق بيقول ده ما حاجة مزعجة هي، أو فهمت منه كده؟ لا هي طبعا أكيد الشركات دي فائض مبيعات دي تكون من 2008، وكان البيع بتاع معادل الدولار في التذكرة ب6 جنيه وقروش مجمدة في البنوك السودانية، وتجي في 2018 أو 19 يكون السعر 47.5 وبرضه ما تحول له، أكيد دي حتدخل الشركات دي في خسارة كبيرة جدا جدا. طيب معناه نحن بنتكلم عن أنه حتى بقية الشركات الأخرى غير الشركتين اللي نحن نتكلم عنهم برضو هم عندهم مشاكل الآن ممكن برضو تتطور يعني؟ في مشاكل، وعشان كده سلطة الطيران المدني ومثلة في السيد المدير العام كابتن مصطفى الدويحي هو أوير بالمشاكل دي، لأنه دول طيار ورجل كان مدير شركة الطيران بيعرف المشاكل الحقيقية بتاعي شركات الطيران، فبادر من أول يوم استلم فيه دعاني الاجتماع مع محافظ بنك السودان السابق زي ما قال الأخ بخاري قبيل مع ممثل لشركات الطيران العام للسودان، والاجتماع ده بحث مع محافظ بنك السودان ضرورة تحويل فائض المبيعات بتاعت الشركات عشان ما تخش في خسائر عشان تشتغل في البلد. لكن للأسف ما تم التحويل، ولو انه في خطوات خاطب البنك السودان خاطب البنوك التجاريه انه تحول لفائض المبيعات لشركات الطيران من حصائل الصادر، برضو السيد المدير برضو دعا ممثلين شركات الطيران، الاجتماع كان قبل اسبوع وقدم مبادره طيبه جدا جدا، انا في رايي انها هي هتحل المشكله بتاعت شركات الطيران اللي هي انه يدفعوا رسوم العبور بالجنيه السوداني، والقرار ده حيذوب كل فائض المبيعات الموجودة عند الشركات، ويعتبر تحويل رسمي يعني تحويل، بدل ما يدفع كان هو يدفع رسوم العبور دي بالدولار برا هيدفع هسي من فائض مبيعاته دي، بالتالي هيكون الخطوه بتحل المشكله. رحبت بها الشركات، رحبت بها شديد جدا، ولكن على اساس تلتزم الشركات تبيع بالجنيه السوداني للسودانيين وللاجانب المقيمين في البلد عشان باسعار المعلن بها، لانه طبعا الشركات في فتره من الفترات لانه التحويلات ما بتتم كانت بتشجع البيع بالدولار وبتحارب او تخط اسعار بالسوداني عاليه جدا، بالتالي المواطن السوداني هو اللي كان بيدفع الثمن، لكن هسي التزمت الشركات انه وهسي غالبيه الشركات بدات تبيع بالسوداني باسعار معقوله يعني نستطيع ان نقول اننا الان في مسار الحل تقريبا هذه الخطوه، ممكن لك 70% من المشكله او اكثر من 70% تحلت. نعم. يبقى في حاجه بسيطه جدا للشركات ما عندها عبور رسوم عبور كبير دي بتحتاج لانه بنك السودان يحول لها فائض مبيعات. نعم. طيب سعادة الفريق يوسف ابراهيم احمد، يعني الان في معلومه مهمه قال السيد محجوب المك انه خلاص احنا بدل الخط الان في خيار جديد يجد قبول ومسانده من شركات الطيران، في ذات الوقت بحل مشكله المواطن السوداني، انت عندك كفتي ميزان يعني، عندك من جهه انه شركات الطيران دي تستمر، ومن جهة تانية ما تحصل مغالاة على المواطن في موضوع السفر، إنه يعني كان في ناس بيقولوا إنه مشكلة يا محجوب إنه بسعر وسعر الدولار بسعر عالي جدا يعني، إذا التذكرة ثمنها 400 دولار الدولار بيسعر بسعر عالي جدا ممكن يصل إلى 120 جنيه وغيره يعني، وبالتالي هنا الوزن يعني الآن الكلام عن تحويل ما هنا بتاع المرور رسوم العبور. نعم. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا حل حقيقي للأزمة؟
نعم، هو ممكن يكون حل مساعد زي ما قال الأخ محجوب، يعني حل مساعد رسوم العبور، لأنه ليس كل هذه الشركات عندها رسوم عبور كبيرة يعني تعبر عبور الأجواس. كم يعني كم نشكل عشان نقدر نقدر يعني حجم الحل؟ بيختلف يعني، يعني مثلا تجد شركة زي مثلا الإماراتية عندها عبور كبير جدا لأنها تمشي لغرب أفريقيا وتمشي حتى أمريكا الجنوبية عبر السودان. تجد شركات زي المصرية عندها عبور كبير للسودان لكل اتجاه نحو أفريقيا. لكن زي الأردنية مثلا ما بتخيل أنه عندها عبور كثير للسودان، رحلات تكون محدودة للدول الإفريقية وكذا، فبتفاوت بين ناقل وناقل آخر يعني. أنا بفتكر أنه برضو موضوع يعني على الأقل نطمئن على الإماراتية، ممكن نطمئن على الإماراتية والمصرية دل ما عندهم مشكلة، السعودية، التركية، الأثيوبية، يعني دي شركة طيران ما سهلة. إذا تتكلم عن الإماراتية، تكلم عن المصرية، تكلم عن الأثيوبية، تتكلم عن التركية، يعني دي خطوط ما مهمة يعني، ما سهلة. نعم نعم نعم، ودي عابرة ويعني دفع جزء من الرسوم بالعملة السودانية بيساعد تقريبا، وهو أمر كان حاصل يعني. يعني كان قبل كده في اتفاق وجزء من الرسوم بيدفع، لكن الوقت لما تبقى النسبة مثلا محددة أو نسبة أكبر بتبقى إيجابية. في موضوع بتاع أسعار الوقود، أنا حاجة أحب أكد على المسألة دي، إنه أسعار الوقود حقه يعاد حسابها، لأنه إحنا في حاجة للعملة الصعبة لكن ليس بالخسارة. لكن يعني أسعار الوقود المناسبة بتدفع شركات طيران الأحيانية للتزود بالوقود في السودان، وده الطيارة لما تنزل في المطار تدفع قروش على النزول في المطار، ولما تعبر الأجواء تدفع على عبور الأجواء. فلو كانت أسعار الوقود مناسبة ممكن نشجع عدد أكبر من شركات الطيران إنها تنزل تتزود بالوقود في السودان، وده كان حادث مناسب، كان حاصل. كان عندنا عدد من شركات الطيران أكثر من 10-11-12 شركة بتنزل، يعني في اليوم تقريبا كان عندنا 19 شركات بتنزل عشان تتزود بالوقود، وقفت هذه الشركات بدأت تمشي محلات أخرى. وأنا حقيقة بفتكر إنه يعني العامل الأساسي اللي ممكن يعني يساعد في حل هذا الإشكال بصورة أساسية هو تقوية النواقل الوطنية. إنه نواقلنا يعني أي بلد تمشي، لا بالاستراتيجية، أي بلد في العالم تمشيها تبقى مطار ده كله من طائرات البلد. يعني في أي دولة عدد الطيران الشاغر ده الطيران بتاع البلد، بالتالي بتكون الدولة هي وعملتها في جدها وطيرانها في يدها، وهي بتحول له عشان يجيب قطع غياره ولا يشتري طياراته الجديدة وإلى آخره. ويمكن أنا حضرته باكده نقاش كان دار بين مدير القطرية ومدير لفتهانزا في معرض البحرين في 2016، مدير لفتهانزا ومدير القطرية. لفتهانزا والطيران الأوروبي كان بيتهم الدول الخليجية بأنها مدعومة من دولها، وهذا تحداه وقال له انت في بداية عملك دعمت من بلدك ولا ما دعمت؟ قال لا، لما بدينا احنا دعمنا من الدولة. قال له خلاص، احنا لما بدينا دعمنا من الدولة، لكن اتحداك ان تثبت الان انه في دعم من الدولة. لكن احنا بدينا نخطط صح، اين موظفيك؟ قال له يا بتاع لفتهانزا، موظفينك الكبار كلهم وين اسي؟ قال له عندك. قال له خلاص، انا جبتهم ودرجتهم بخططوا لي وهم بيعملوا، لذلك انا استطعت انه يعني اكبر عليك وانه انافسك بصوره مؤثره، لكن ليس الدعم من الدوله. فبالتالي احنا عندنا النواقل الوطنيه دي لو لقيت الدعم من الدوله انها تكبر، لان دلوقتي كلها صغيره، يعني كلها طياراتها صغيره، قدراتها محدوده، مسافات محدوده. يمكن اليوم في خبر جميل انه بدر عندها طياره جديده 330-800 ايرباص، ودي مساله يعني خربان. احنا انه طياره حديثه حتكون موجوده في وصولها بس تسمح لنا تمشي لمسافات اكبر او اطول. فدي ان تطوير النواقل ايضا من الاشياء اللي بتساعد في حل المشكله. فانا افتكر انه زي ما قلت لك الاول، شركه خسرانه مهما عملت لها من مغريات الا تديها قروش الا تكفل لها الخساره بتاعتها، لكن اي شركه خسرانه ما بتجي تحسب حساباتها وما بتجي. فبالتالي مساله الوقود هامه، لانه لو بقى الوقود مخفض رخيص عندنا هي بتجي ما بتضطر تحمل الوقود بتاعها من هناك، بدله من دولة من هي من دولتها بتحمل ركاب او رضايا، وبالتالي يعني انت تدعو الان لمراجعه موضوع سعر الوقود للطائرات. نعم نعم،
يخفض بحيث أنه يصبح الخرطوم جاذبة لهذه الشركات. لهذه الشركات الناتجة وتكب الوقود بتاعها من خصوم. طيب ليس بالخسارة يعني. نسمع رأي المحجوب كذلك. والله طبعا ده أهم حاجة، لأنه زي ما قالك سعادة الفريق كان قبل فترة السودان كان هب لكل الشركات دي بتجي عشان تتزود بالوقود، لأن الوقود رخيص. نزوله في مصارع خرطوم بيؤدي في رسوم كثيرة جدا للدفع للطيران المدني، لاندنج فيز، في هاندلينج بتعامل، في كيترينج بتأخذ من الطيارات دي، في حركة بتخش أضعاف أضعاف القيمة بتاعت الوقود اللي بتاخذ الطيارة دي، فبتنزل بضائع، بتنزل ركاب، بتاخذ ركاب من هنا للديستنيشن مع الشاليه تاني. فوجود الـ 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 يعني دي حافز للشركات الوقود اللي يكون فيه رخيص شويه، يكون مدعوم حتى بيعوض البلد، ممكن تعوض بمبالغ طائله جدا جدا من وجود الشركات دي. والمواطن السوداني ممكن يكون عنده خيارات كثيره جدا وعنده خدمه متميزه جدا من الشركات اللي تجي لهذا السودان. نعم، طيب يعني هذه حلول استراتيجيه من اهم موضوع النواقل الطيران الوطني، يعني هذه دعمها ومساندتها والوقوف معها بحيث انها يعني تشكل يعني مخرج حقيقي للبلد، بجانب دعا السيد الفريق الان الى مراجعه مساله الوقود. لكن من المهم أن نؤكد في ختام الحلقة مرة أخرى سيد الفريق أنه المعالجة اللي تمت الآن، يعني أنا أتكلم عن الآن ومنتكلم عن الاستراتيجي، إذا تكلمنا عن استراتيجي سودانير طبعا بلا شك، يعني الناقل الوطني بلا شك هو الخيار والمخرج الحقيقي. هل تشكل كل هذه الأزمات فرصة حقيقية للتفكير بشكل جاد في موضوع سودانير سعادة الفريق؟ طيب لو سمحت لي قبل ما اتكلم عن سودانير دار اتكلم انه انا عرفت انه سلطه الطيران المدني ولمزيد من الجذب ولمسك المشكله بتاعت فائض المبيعات انه تم اتفاق مع وزاره الماليه انه دفع الوقود يكون من العملة المحليه، وبالتالي حيدفع من فائض المبيعات. وكذلك المناوله الارضيه اللي بيتم للطائره سلم ونزيل العفش والاشياء زي دي انها ايضا تدفع بالعمله المحليه، ودي ايضا يعني بتساعد في انه فائض المبيعات جزء منه كبير يصرف في داخل البلد هنا بدل ما يحتاجوا للدولار. انا قلت كان الوقود بالدولار بيحل المشكله، بيخلي سعر التذاكر بالنسبه للمواطنين السودانيين بالعمله المحليه وبيخليها اندر كنترول، يعني سعر التذكره ما خاض على الارتفاع والهبوط. ما بتقدر تقول كده لانه هو هيحسب جزء في منصرفاته، يعني بدل حيجي لما يعمل مصاريف حيقول ايجار مكات او على الاقل اضبطه بسعر الصرف، سعر الصرف الرسمي نقدر نقول على الاقل يعني المية حسب سعر بنك السودان، 100 دولار مثلا حسب سعر او الدولار حسب سعر بنك السودان. طبعا حسب السعر الرسمي. نعم. لا ما نعم. في الواقع ما كان موجود ده، مش صحيح يا محجوب؟ نعم. في الواقع الحكايه كان حسب مرات كمان اسعار اكثر من السعر السوق الاسود، يعني اكثر من السعر السوق الموازيه. المعالجات دي هل بتساعد في النهايه برضو بتحل مشكله الشركات؟ احنا برضو من عائله المواطن يعني. نعم. هو بالنسبه للسودان اير وبالنسبه للنواقل الوطنيه، احنا عندنا نواقل، يعني عندنا عددنا عندنا اربع شركات عندها طيران دولي يعني يسافر برا، سودان اير وثلاث شركات اخرى. الدعم بتاع سودان اير مهم جدا، وكذلك الشركات الاخرى، يعني في الاخر الشركات دي برضه بتاعت مواطنين يعني السودانيه. فالدعم والمسانده لها عشان ما تتطور مهم جدا من قبل الدوله. طبعا الناقل الوطني الرئيسي السودانير معروف، لكن اسعار الطيارات ما سهله، ما عشان تقدر تجيب عدد من الطيارات للشركه، لكن مشروع الالف ميل يبدا بخطوه. نحن لو بدينا الان بطياره بنقدر نطورها لطيارتين زي ما الشركات الناقل الوطنيه الاخرى. ما بدت من الصفر وتطورت نفسها لعدد من الطيارات وماشيه في زياده الوصول بتاعها، فليه الناقل الوطني ما عنده المقدره، سودان ايرويز ما عنده المقدره دي عشان ما يعملها؟ هذا تخطيط سليم، دار اداره صحيحه، دايره دعم من الحكومه ان للناقل الوطني الرسمي بتاعها حتى تستطيع ان تطوره. تطور النواقل الوطنيه كلها حيساعد في حل الاشكال، لانه حيكون عندك وصول ممكن بعديها
شركاتك تغطيك يعني في كثير جدا بنسبه بتاعت 50% او 60%، احتاج للاقل من النوافل الاخرى من الدول الثانيه عشان تقدم خدمات للمواطنين. شكرا لك سعادة الفريق ركن يوسف ابراهيم احمد نائب مدير الطيران المدني سابقا، شكرا جزيلا على هذه الافادات. محجوب ختاما في خبرين يعني مهمين قدام الان. نمر واحد انه بالمعالجات التمت من قبل سلطة الطيران المدني نحن موعودين بالاتي، انه في خطوط طيران وضعها الان او نستطيع ان نقول الان ان وضعها في امان، ما حتخش في تجربه مماثله على الاقل الشركتين كنا نتكلم عنهم، يعني على الاقل من ناحيه تجاريه ما في اشكال. كنا نتكلم عن التركيه، نتكلم عن الاثيوبيه، نتكلم عن المصريه، الاماراتيه، نتكلم عن الاماراتيه، وبالتالي دي الان ما في ما حيكون فيهم اشكال، وبالتالي الخوف من ان تمتد حاله الازمات الواجهه الشركات دي لشركات اخرى الان نستطيع ان نقول انه اختفى بنسبه كبيره، كان في عن 70%. بالضبط. طيب المعالجات الاخرى ايضا نتكلم عنها هسه الان سعاده الفريق المعلومات اللي ادانا، لانه الموضوع مش بس كذلك الرسوم بتاعت العبور، حتى الان هم بيتكلموا عن المناوله الارضيه وغيرها حيكون من الفائض بتاعهم بتاع الارباح، ده بده بيديك بده فرصه انه نقدر نقول والله انه سعر التذكره حيكون وفق السعر الرسمي بتاع بنك السودان، بالتالي المواطن يطمئن كذلك. والله هو طبعا خصوصا النقطه اللي قالها بتاعت يدفع الوقود للشركات دي بالعمله المحليه، ده افتكر لانه الطيارات كل الشركات دي بتدفع في الايام الفاتت دي بتدفع الوقود بالعمله الصعبه وكلفه بالنسبه لها كبيره جدا جدا، عشان كده هي كانت زي ما قلت لك بتحفز البيع بالدولار وبتتحاشى البيع بالسودان لانه عايز يحول لها. هسه بقت عندهم ميزتين، انه العمله المحليه دي بيحتاج ليها عشان هو ما يدفع بها رسوم العبور، لانه مبالغ طائله جدا بتدفع برا لرسوم العبور، بيحتاج للعمله المحليه برضه هنا عشان يدفع الوقود، يدفع المناوله الارضيه، يدفع اللاندنج فيز بتاعته في المطار. فبالتالي انا اذا تم موضوع الوقود ده انا يعني مع دفع رسوم العبور بالعمله المحليه حيكون بعدها ما في مشكله فايض مبيعات. اي نعم، يعني الان بنقدر نقول المشكله بشكل كبير اتحلت، لكن طبعا دائره متابعه برضه، دائره متابعه من سلطه الطيران المدني، بحيث انه ما تكون انت اخذت امتيازات بدون ما بالضبط. هو المفترض بعد اي شركه تخد اسعارها بتاعت البيع بالسوداني للمواطن السوداني بالسعر بتاع البيع بالدولار، لكن مضروب في 47.5، لانه سلطه الطيران المدني بعدين بتاخذ منها الرسوم بتاعت العبور دولار في 47.5، وما ممكن تبيع الدولار في تذاكرك تحاسبه ب 90 ويجي يحولوا لك ب 47.5، معناته انت اخذت من الدوله الدولار دولارين لدار الرغبه. لكن على العموم نستطيع ان نقول اننا ونحن ننهي هذه الحلقه نحن ومن بشار حقيقيه في موضوع رحلات الطيران الان بهذه المعالجات. شكرا لك سيد محجوب المك رئيس شعبه وكالات السفر والسياحه، والفقره التاليه صالون السودانيه 24، والكاتب الصحفي محمد خير، خليكم معنا.